الحين راح اكمل شرح شلون اقدر احط عندي فيديوهات بالبرزنتيشن مالي. شرحنا الطريقه الاولى ان يكون الفيديو اوريدي عندي على جهاز الكمبيوتر وانا بس انزله. الطريقه الثانيه ان انا اجيب الفيديو من شبكه الانترنت او من اي موقع عندي. لازم الموقع يعني لازم الفيديو يكون فيه لينك، لان اذا الطريقة ان انا اسوي كوبي على اللينك وبيست هني بهالمربع هذا واسوي لقات ويطلع الفيديو عندي. بس قبل لا اوريكم الطريقة انا بأضيف شريحة فاضية عشان احط عليها الفيديو. اوكي ضفني الشريحة، راح اروح صوب لا انا ابي اجيب الفيديو من اليوتيوب، فراح ادش على اليوتيوب. انا اوريدي داشة ابي هذا الفيديو. زين في طريقتين اقدر اسوي فيها كوبي حق اللينك. الطريقه الاولى كهو اللينك اوريدي موجود عندي صوب السيرش فوق، تسوي له كوبي كنترول وسي، او تبون تسوون بهالطريقه هذه كوبي كيفكم. وعندنا الطريقه الثانيه هني في تحت زي مكتوب شير، تضغطين عليه راح يطلع لك كهو اللينك هذا مال الفيديو. سوينا له كوبي، راح ارد مره ثانيه على البرنامج اسوي له بيست بالمربع. اوكي هنا راح يطلع لي الاوبشن، انا راح احطه اوتو بلاي، ابي يشتغل من نفسه زين وقت العرض التقديم لما اشغله. وعندنا مني مثلا اذا انا ابي اشغله بوقت معين وبساعة معينة وانهي بساعة معينة، احط هني الساعة اللي ابيها يبتدي فيه والساعة اللي ينتهي فيه الفيديو. راح اسوي له اد. اوكي انا الحين ابي اغير ابي اكبر من حجمه كذي، الخصائص هذه موجودة نفسها بالطريقة الاولى اللي شرحناها. ابي اخليه مثلا كذي بهذا الحجم، ابي اضيف عليه نص، ابي احط له عنوان. ابي اكتب مثلا يعني أغير الخصائص مثل ما أنا أبي، أكبره ولا أصغره. أوكي طبعا قبل لا ننسى لازم أسوي له لوك عشان يكون فعال معي. أوكي هذه طريقة اللي أقدر أحط فيها الفيديوهات عندي بالبرزنتيشن. عندنا الزر الثاني اللي هو الشيب. زين هي تقدرين تنزلين اي شكل انت تبينه، مثلا تشوفينه يتعلق بموضوعك او مثلا يكون عاجبك تبين تشرحين فيه، تبين يعني تحطينه بالشريحة عندك، تختارين شنو انت اي شكل تبين تضيفين عندك. عندك وايد اشكال متوفرة بالبرنامج، انا مثلا ابي اختار هذا الشكل. الخصائص نفسها موجودة، اقدر اكبر اغير لونه. انا هني مثلا ابي اشيل الاطار، ابي اخليه من غير اطار، هني بخلي اطار كبير، تصغرين هني من غير اطار، انا بخليه مثلا من غير اطار بهذه الطريقة. ابي اغير من لونه مثلا اخليه مثلا في بنفسجي، اروح صبح محدود تشوفوني يتغير بشكل عربي انا في بهالطريقة هذه. تمام راح اسوي على اللوك عشان يتفعل عندي. مثلا انا الحين ابي اسوي له كوبي، ابي اسوي نسخ حق الشيب عشان اوديه حق شريحه ثانيه، ابي نفسه بس يكون موجود عندي بالشريحه الثانيه. اسوي له كوبي من اداه الكوبي، مثلا ابي بهذه الشريحه. او بيست اوكي طبعا هو نسخ لي الشريحه كلها، انا ما بالشريحه كلها، راح اسوي لها
ديليت. زين انا ابي انا اللي انا سويت له لوك حق الشيب فرسخ لي الشريحه كلها. اروح على الشيب اشيل اللوك اسوي له كوبي مره ثانيه. نجرب نروح على الشريحة. بيست. ها صار معي. لازم تشيل اللوك عشان تنتقل عندك الشكل. أرد أقفله مرة ثانية بالشريحتين. اوكي الحين راح ننتقل على اخر زر عندنا اللي هو الشارت. هذا اذا حق اذا عندك بيانات زي معلومات بيانيه وتبي تحطيها على شكل اعمده بيانيه او مثلا الدائره البيانيه او جدول او اي شكل انت تبينه. هني بعد عندي شويه اشكال تقدرين تقسمين البيانات عليهم. مثلا انا ابي اختار قبل لا اختار طبعا اسوي اد حق الشريحه اللي ابي احط فيها شغلي. مثلا انا اختار هذه الشريحه ابي امسح الصوره يعني عن طريق ديليت اللي بالكيبورد او ديليت هذه. اوكي راح اروح مره ثانيه على الشارت. انا ابي اختار مثلا الدائره البيانيه. مثلا ابي اكتب وود الجيتار. اوكي العود 70 مثلا احط نسبة 70% والجيتار 30%. عد اوكي كهو نزل عندي صار على طول طريقة وايد سهلة بسيطة. نزل هني نسبة مستخدمي العود هني نسبة مستخدمي الجيتار. أبي أحط مثلا عنوان على هال الشكل اللي عندي. كبر الخط شوية. اوكي صار عندي بهذه الطريقة. احط العنوان شوي تحت صارت عندي الرسمة. زين الحين راح انتقل حق خاصية الداونلود. اني هني بهالخاصية اقدر اسوي داونلود او سيف حق البرزنتيشن مالي واشوفه اوفلاين. يعني مو ضروري ادش على الموقع نفسه وادش على البرزنتيشن احفظها عندي انا على مثلا على الجهاز الكمبيوتر. زي عندنا اقدر احفظ الفيديو على اربع اشكال. مثلا اذا على شكل من على هيئه ايميز او اتش تي ام ال او على هيئه فيديو او بي دي اف. انا مثلا بحفظها على هيئه فيديو. شنو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي ان الخاصية هذه بفلوس لازم تشترين عشان تقدرين تحفظين على هالهيئة هذه. بالبداية شنو قلنا لكم؟ اذا انتو كنتوا طلبة او معلمين من الافضل انكم تدشون على الموقع هذا بايميلكم اني الجامعي اذا كانت شي جامعي او متعلق بالتعليم. ليش؟ بنين انا حاطلتش educator or student. كليك هير لما تدخلين عليه شي يسوي لك اوفر خصم يخصم لك من السعر الأصلي عشان أنت طالبة أو معلمة مثلا. زين وهالشي يعتبر ميزة حق الطلبة اللي عندهم إيميل جامعي تستفيدين منه. أوكي الحين راح أروح حق الشير
اللي تشاركين مثلا البرزنتيشن مالك زين مع احد. عندنا ثلاث خانات. عندنا اول شيء الشير، انك تبي تشاركينه مثلا تحطينه بصفحتك على الفيسبوك او بتويتر، او ترشينه حق احد عن طريق الجيميل، وتحطين ايميله انك بتورينا الفيديو او البرزنتيشن مالك تورينا اياه. عندنا ثاني خانة عندنا البرايفسي، خصوصية البرزنتيشن، تبينه بابليك ان الكل يشوفه، يكون عام يكون مرئي حق الكل، او تبينه برايفت. برايفت انت تختارين للناس اللي تبين تخلينهم يشوفون العرض مالك. طبعا خاصية البرايفت بفلوس، اما البابليك عادي بلاش متوفر. عندنا الخانة الثالثة اللي هي كولابريت. زين شنو يعني هذه الميزة؟ عندنا هذه الميزة انك مثلا انت كنتي بجروب بنات زين، وقاعد تشتغلون على الفيديو. اذا انا الحين سويت شغلي وابي اطرشه لهم، واي واحدة مثلا عندها تعديل تقدر تعدل عليه هي بنفسها على البرزنتيشن مالي، فيصير مثل شير وإدت، إن هي تقدر أقدر أطرش لهم إياه وعدلون هم بنفسهم فيه من كمبيوترهم بنفس الوقت. الشير عندنا هني بس المشاركة، بس تطرشينه على هيئة إيميل يشوفونه زين. هذا الخاصية لا، إن يشوفونه ويقدرون يعدلون فيه. أوكي. عندنا هني مثلا تبين تقسمين الشرايح عندك على اقسام زي مثلا الصور بروح، الفيديوهات بروح، البيانات بروح. شلون؟ عندنا هني قسم السكشن، ذات السكشن هذه تقسم لك يعني تحط مثلا اقسام. انا هنا اردت عندي قسم موجود في كل شغلي، وضفت قسم ثاني، بضيف قسم ثالث بعد عشان احط فيه البيانات اللي سويتها. اول قسم راح اخليه حق الصور، راح اكتب العنوان الصور، فراح اشيل الفيديوهات الموجوده والدائره البيانيه اللي حطيتها. راح اشيل اول فيديو، راح اخليه بسكشن الفيديو. طبعا تنقلينا عن طريق السحب. شوي معلق معاي البرنامج فقيصير بطيء. اوكي راح اسحب الفيديو الثاني خلي تحت. اوكي اضيف الدائرة البيانية تحت. اخر شيء بالسكشن اللي ضفته. راح اغير الاسم، سوي اديت. نسمي الفيديوهات